تعالي اليوم ما نحكي عن 7th chords، تحديدا عن الميجر 7 chords. كيف فينا نلعبهم؟ كيف فينا نشكل الكورد؟ وين فينا نستخدمهم؟ خلونا نبلش. اول شيء بما انه قلنا ميجر 7 يعني ميجر، نحن مثل ما حكينا قبل الميجر بيتالف من اول نوت، ثالث نوت وخامس نوت. ناخذ على سبيل المثال جي ميجر، جي دي جي بي. لما نقول ميجر 7 يعني راح نزيد النوت السابعة بسكال الميجر على هيدا الكورد. خلينا نشوف شو هي النوت السابعة. إذا قلنا جي اي بي سي دي اي جي فلات اللي هي 7 وجي هي فلات. يعني احنا ما نزيد جي فلات على الكورد بصير ميجر 7. شكله من اول بيز نوت هيك، من تاني بيز نوت عنا جي هون، من تالت بيز نوت عنا جي هون، فين نلعبه هيدا الشكل او فين نلعبه بهيدا الشكل. نحن عم نلعب اول بوزيشن، ما ننتبه انه تاني وتر ميوتد واخر وتر ميوتد، بس عم نلعب اول تالت رابع وخامس. بنستعمل الميجر 7 بالجاز والبلوز كثير اكثر من الموسيقى العربيه، بس كمان اكيد فيها نستعمله بكثير محلات بالموسيقى العربيه. اللي بدي اياه منكم انه تجربوا اي غنية حافظينها تستبدلوا الميجر كورد بميجر 7 كورد باي بوزيشن كان، ما في مشكلة. هيدا كان كل شيء لليوم. بالجزء الثاني رح نحكي عن الماينر 7 وعن الناتشرال 7، نشوف شو يعني، كمان كيف فينا هالكوردات نستخدمهم. بركة بعدين نعمل غنية تشمل كل هول الكوردات لنشوف كيف بيتغير احساسهم عن الميجر والماينر كوردز.